الحماية الاجتماعية في ضوء الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 ركزت على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، وده بالتوازي مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع احتوائي ومستدام وكمان تعزيز الاستثمار في البشر. كمان برامج الحماية الاجتماعية عملت على تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة وتوفير الرعاية الصحية للفئات المستحقة وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة. وتبنت الحكومة الكثير من برامج الحماية الاجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2019 إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية لإصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل وتقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع، بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتقديم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض. برامج الحماية الاجتماعية شملت أيضاً برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، واللي استهدف تقديم الخدمات الصحية لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي وأسرهم من غير المؤمن عليهم والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. وفي قطاع الإسكان عملت الحكومة على توفير المسكن الملائم للمواطنين، وتم التحرك في هذا الملف من خلال مسارين متوازيين. الأول الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية، والتاني التوسع في بناء المساكن الملائمة لاحتياجات المواطنين. وقامت الحكومة بتطوير ما يقرب من 242 ألف وحدة سكنية للعديد من المناطق العشوائية زي الدويقة، الزرايب، تل العقارب، منشية ناصر، جزيرة الوراق ومنطقة مثلث ماسبيرو. كمان شاهد ملف الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تطور كبير، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 3.6 مليون مواطن.